أنا والد الضحية حامد خضير حميد الهجول الجميلي. عندي الضحية يشتغل ببغداد. فتدري عامل يشتغل خلفه مال بياض وهاي فترة من فترة طويلة يشتغل هو ببغداد، بس كل فترة مكان يتبع رزقه وين يصير يشتغل. قصي حامد خضير المغدور يصير ابن عمي. اجانا خبر انه معزوم يم صديقه، طبعا للعلم الولد يكون صديقه حيل يعني، صديقه من الدرجه الاولى القاتل. فخابره يوم الخميس بالليل قال له ابو سيف انت معزوم على عشاء يمنا وعلى مود انطيك فلوسك، يا ريت تجي تاخذ فلوسك وتتعشى ونتعلل وتتوكل. من دخل قصي بيت القاتل من هاي الفتره المغرب اختفت عنه يعني الاخبار، تليفون انقلق ونهائيا اختفى يعني. الا ثاني يوم الصبح العمال اللي وياه تاخر قصي ما اجى، طلعوا يفترون بالمنطقه ولقوا قصي مقتول بمركز الحريه. طلعت ما ادري من نفسي يعني امشي بدون 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 ورعه يعني. وصلت خابرت، قمت نخابر ابني الثاني قام يخابر وياي. يعني عندي ثلاث ولد، هو هذا اللي مات الله يرحمه واثنين عندي بالبيت. واحد قلت لك لاحق اخوه رايح راكب رايح يدور، قال والله لقينا رجل مقتول وما عنده مستمسكات كاتبين عليه مجهول. قلت لهم يابا هذا اسمه قصي حامد، انطيته اسمه الكامل. قال ام جنسيه؟ قلت له عم جنسيته عنده. قال جنسيه حارقيه، لان هم قارين الظاهر قاعدين حرقنا جنسيته، موبايله بجيبه ماخذينه هم حارقينه مكسرينه ما اعرف. جينا جانا الخبر قاضبينا خانقينا خنق كسري رجليه وراسه مدري بيش ضاربينا بشي حاد خاسفين راسه. يعني أنا من شفته عبالك مو ابنه، ما عارفه مزرق قادي لك عبالك نيل. استدرج بمكالمة تليفونية حسب هو إفادته، فات القاتل استدرجوه مكالمة تليفونية، قالوا له تجي تتعشى يمنا لأنه قصي يطلب مبلغ من المال، يطلب فلوس. قال له تعال أخذ المبلغ، هاي الحكي بالتليفون يعني، هو مسافة بيته عن بيت القاتل. على شنو يعني هم هسه أنا من كتلوه وحرموني من عنده؟ على شنو؟ على 1.5 مليون؟ كان قالوا لي لا والله هو يطلبهم. قال انه صاحبه بالزوليه على دراجه مطلعينه من البيت هو وزوجته، القاتل وزوجته مطلعين من البيت وشاديه بزوليه وشاديه بدراجه وساحليه مسافه يعني ما يقارب مطبب بافرع ودرابين، رايد يخفيه يعني بحيث انه رايد الجريمه ينهيها ما حد يكشفها. مثل ما احرموني من عنده واحرموا ذولا اشوفهم جاله عادهم صغيرونين. عمي اذا ينطوني اموال العراق كلها بنفطه وماله وبذهبه وبالغاز ماله ما ابد لو ولا انطي، اذا ما اطالب بالقصاص وبالاعدام مالهم قدامي يعني، اطالب مو بس يعدمون ويقول عدمناهم، لازم اشوفهم يعني، هاي اللي اطلبها من الدوله اذا اكو عداله.